يا ابو عاصم يا ابو همام يا ابو قصر انت الحق يا عاد اسمع ونعرف كيف سقط القطاع هي خيانه او غباء ما حدا عم يسمعنا والجيش الواحد مطلبناه الجيش الواحد مطلبناه الجيش الواحد مطلبناه كل جمعة رح نطلع مع صلاة الجمعة كل جمعة بدنا نطلع لنوصل هي الرسالة للقاعدة يا بيتفقوا يا ما بنعياهم كل الشباب بهالفعالية للتأكيد أنه ما يزال صوت الشارع هو اللي حيقوي مسار الثورة هو اللي حيوجه لأنه هو خزان بشري هو اللي عم يمثل جبهات المقاتلين والمجالس المحلية بالمفكرين أيضا طلعنا اليوم تحية للأبطال هادي عبد الله خالد العيسى تحية ونقعد معهم بصمودهم ونقول لهم لا وجود لظلاميهم في أرض سوريا نحن أمنا لحتى تشرق الشمس مش لحتى نرجع لأيام الظلام جانا لحتى صوت الحرية هذا اسم الجمعة اليوم بدي حاجة قادة الفصائل جميعا شوف اليوم في الغوطة الشرقية في بلدات الغوطة اليوم في دوما في صقبة في 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 حمورية في كثير من البلدات اليوم ينادون بالجيش الواحد ليس الجيش الواحد الكلام التخديري بل وضع رؤية كاملة وتصور كامل في هذا الأسبوع سيوضع هذا التصور عبر لجنة مختصة أرسلنا إلى القادة ليضعوا لنا أسماء ونقاطع هذه الأسماء ونخرج بلجنة وتصور كامل بنفس تكبير يا دوما الله اكبر يا كبير الله اكبر هيك صوتكم الله صوتكم اعلى تكبير الله اكبر